لم تدم فرحة نازحي غزة بموافقة حماس على الهدنة سوى ساعة أو أكثر قليلا، حتى عجلها تقدم الدبابات الإسرائيلية من شرق رفح وصولا إلى المعبر، فيما بدأ أنه نسف لمحادثات الهدنة قبل أن تعلن إسرائيل عن المضي في المسارين معا، أي العملية العسكرية في رفح ومحادثات الهدنة في القاهرة. وبالفعل توغلت الدبابات الإسرائيلية في المدينة الواقعة جنوب القطاع بعد غارات جوية كثيفة، فيما وصفته إسرائيل بعملية محدودة النطاق لقتل مسلحي حماس وتفكيك البنى التحتية للحركة. وفي ذات الوقت وصلت وفود حماس وإسرائيل إلى القاهرة بحثا عن فرصة أخيرة للتهدئة بحسب وصف حماس. نقف على الأوضاع ميدانيا مع شبكة مراسلين من رفح جنوب قطاع غزة، مراسل الحدث الزميل أسامة الكحلود، من القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين الزميل زياد حلبي. مرحبا بكما. أبدأ من رفح بالطبع بالصورة التي فيها أبرز. أسامة، كيف يبدو الوضع مما تسمع؟ يعني هل انتهت العملية فعليا أم لا؟ لا زالت إسرائيل تتوغل كما تقول وتبحث عن المسلحين كما تقول أيضا في هذه المنطقة التي توغلت إليها. نعم، حتى هذه اللحظة دبابات توغلت من منطقة معبر كرم أبو سالم التجاري باتجاه منطقة معبر رفح البري. حتى هذه اللحظة ما زالت الدبابات داخل معبر رفح البري، والجيش الإسرائيلي أعلن سيطرته بالكامل على هذا المعبر. انطلاقا من منطقة معبر رفح البري، الدبابات تتواجد في المنطقة المحيطة داخل معبر رفح البري وأمام بوابة المعبر الرئيسية، تطلق قذائفها باتجاه كل المنطقة المحيطة باتجاه منطقة معبر رفح البري، كل سكان هذه المنطقة وفي محيط هذه المنطقة. بسبب كثافة النار وكثافة اطلاق القذائف المدفعية الإسرائيلية نزع عدد كبير من سكان هذه المنطقة، على الرغم من ان مناطقهم هي مناطق غير مهددة والجيش ما زال يعتبرها منطقة آمنة، الا ان السكان غادروا باتجاه منطقة غرب مدينة دير بلح مدينة رفح، وبالتالي كل الاستهدافات ما زالت تتركز في المنطقة الشرقية لمدينة رفح. ايضا الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ ساعات عصر هذا اليوم حتى هذه اللحظة استهدفت اكثر من 7 منازل بشكل مباشر، وصل الى مستشفى الكويتي غرب مدينة رفح ما يقارب من 5 ضحايا وعدد كبير من الإصابات من جراء استهداف أكثر من منزل، منزل على الدربي، منزل على أبو عمرة، منزل على قشطة، كل هذه المنازل تم استهدافها وهي منازل مأهولة بأعداد كبيرة من السكان والنازحين. لم تتقدم الدبابات باتجاه منطقة غرب شارع صلاح الدين، ولكن ما زالت حتى هذه اللحظة داخل معبر رفح البري وتضرب نيرانها وقذائفها باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة رفح. كل الضربات حتى هذه اللحظة باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة رفح، باستثناء أن قبل قليل كان هناك استهداف من الطيران الحرب الإسرائيلي لعددا من الشقق السكنية المرتفعة والتي تطل على مسرح العمليات في منطقة معبر رفح البري. كان هناك استهداف شقة سكنية في منطقة برج المصري وسط مدينة رفح، واستهداف شقة سكنية مرتفعة أيضا في منزل لعائلة الجمل، واستهداف أيضا مئذنة مسجد. كل هذه الاستهدافات كانت متتالية مع بعضها البعض وجميعها في شقق مرتفعة في منطقة وسط مدينة رفح. نعم بزياد، انطلاقا مما قاله أسامة، العملية مستمرة، هنالك استهداف عبر الجو، أيضا التوغل البري إلى محور فيلادلفي، بالإضافة طبعا إلى اقتحام معبر رفح، وبالتالي وصف محدودة، كيف يمكن توصيفه إسرائيليا؟ يعني بدا للناس من خلال ما وجهه نتنياهو أن الأمر ربما اعتبر نصرا سياسيا، ما قاله نتنياهو برفع علم إسرائيل مقابل علم حماس وهو العلم الفلسطيني في الحقيقة، وبالتالي يعني ألم يكتفي، خاصة أن واشنطن قالت أيضا أنها أبلغت بأن عملية رفح محدودة. هذه الغارات إسرائيل أساسا تغير على رفح قبل هذه العملية صحيح، وهذا ليس جديدا، ولكن
بالنسبة للعملية بحد ذاتها بالفعل الإسرائيليون يتحدثون عن أنها تقتصر فقط على معبر رفح، بمعنى حتى محور فيلادلفيا إسرائيل لم تحتل المحور، احتلت عمليا فقط 3 كيلومترات من هذا المعبر، فقط المجنزرات مع العلم الإسرائيلي الكبير كما شاهدتم في الفيديوهات كان هذا مقصودا للتوثيق لا أكثر من ذلك. التركيز هو على معبر رفح. وفقها آرتس على الأقل تقول أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة ومصر بأن العملية تقتصر على المعبر، وأن إسرائيل ستسلم المعبر لجهة دولية هي على الأرجح شركة حراسة أمريكية كما أسمتها، لا أعرف ما هذا النوع من الحراسات، ولكن بالإضافة إلى ذلك قالت أنها لن تمس بالبنى التحتية التابعة للمعبر كي يستمر في العمل. وعلى فكرة إسرائيل وعدت الولايات المتحدة بأن تفتح معبر كرم أبو سالم غدا صباحا أمام دخول المساعدات بعد ضغط أمريكي في هذا الإطار، وبالتالي العملية معرفة على أنها محدودة في هذه المرحلة، لكن هي في حقيقة الأمر هي الجزء الأول من عملية رفح الكبرى التي خطط لها الجيش الإسرائيلي. السؤال هل تنتهي الأمور عند هذا الحد أم أن نتنياهو يريد فعلا الدخول إلى رفح؟ الإجابة على ذلك قد تكون في الحوار الأمريكي الإسرائيلي أكثر من المفاوضات زياد، لأنه نتنياهو استخدم أن الضغط العسكري يؤثر أو يؤتي بنتائج، وربما يفهم من السياق العام كما تفضلت أنت أنه ربما يلغي أو يعتبر يجس النبض الآن. بنيامين نتنياهو يعني يجد نفسه وفق المراقبين في إسرائيل في ورطة حقيقية عمليا. من اليمين هناك ضغوط هائلة عليه لاحتلال رفح وعدم الذهاب إلى صفقة. بن غفير وسموتريتش سيسقطان الحكومة إذا ما وافق على هذه الصفقة وهو يدرك ذلك. الأمر الآخر هناك ضغط من الجهة المقابلة، سمعنا الوزير جانس وزير حكومة الحرب الإسرائيلية قال إن على الوفد الإسرائيلي في القاهرة أن يفعل المستحيل من أجل التوصل إلى صفقة، ولا مجال للاعتبارات السياسية الشخصية، يقصد بذلك بنيامين نتنياهو. وبين هذا وذاك هناك ضغط أمريكي هائل على نتنياهو كي يمتنع عن احتلال رفح وأن يذهب إلى مفاوضات ووقف إطلاق نار. نتنياهو يشك في أن إدارة بايدن تريد إنهاء الحرب، هذه هي الحقيقة وليس فقط موقف حماس في المفاوضات.